kadar kibir fazla. Yeter yapma ona na na na. Bu nasıl bir hava? Küçük dağları o yaratmış, şuna bak. Durmadan konuşur, katlanmak çok zor ya. Beğenmezmiş kimseyi, eyvah. Kahroldu herkes yasta. Bu nasıl kafa? Kendini beğenmişim biri. Hem de çok sinsi, takılıyor bir de entelmiş gibi. Bir dursa bari, kimseye hayrı dokunmaz ki. Kirlenmiş kalbi dünyada yalnız. Selamun aleyküm. Maakum Mahmud min kanat Raw Life. Utruk al hadid ve huve sekhin. هل المقولة دي تنفع في كل حاجة؟ الإجابة لا. أنا هقول لك وأثبت لك إزاي لا. يعني عندك مثلا وأنت بتعمل إقامة في روسيا أو في أوكرانيا أو في تركيا أو في أي بلد، بتجمع أوراق وبتقعد تعمل في حاجات، ممكن تخلص الحاجات دي في يوم واحد أو في يومين، وتضغط على نفسك وتدفع فلوس كتيرة وترش فلوس على ناس معينة يخلصوا لك حاجات بسرعة، ممكن في الاخر ما يتوافقش على طلبك، يترفض، يحصل اي حاجه لا قدر الله. بتزعل قوي ليه؟ لانك كومت الشغل كله في يومين ثلاثه او في اربع ايام، قلت اطرق على الحديد وهو ساخن. فده كان سبب زعلك الكبير. انا اللي يهمني زعلك، ما مش عايزك تزعل، مش عايزك تتعكنن ولا تتكدر. مع انك لو كنت وزعت المجهود على ثلاث اسابيع، على اربع اسابيع زي ما ناس كتير ما بتعمل، كان الموضوع بالنسبه لك وطئته اقل كتير، وما كانش زعلك هيبقى كبير. ممكن في ناس تانية يقول لك لا بص، انا لو اشتغلت على حاجة مدة طويلة واجتهدت فيها ودفعت كتير، حتى على مدى شهر، على مدى ثلاث اسابيع، بزعل اكتر بدل ما اجتهد يومين. يعني على الاقل في ناس يقول لك مثلا انا ضغطت على نفسي في يومين وخلصت كل ورق في يومين، وفي الاخر ربنا ما وفقش وخلاص، اديهم يومين وراح، ما بزعلش قوي. ودي ناس نادرة. في ناس تانية يقول لك لا، او هو نفس الشخص قصدي، يقول لك انا لما ابذل مجهود على مدى طويل وما اخدش الحاجه دي اللي تعكنني جدا، انها ضيعت من تفكيري وتركيزي مده طويله. بس انا هقول لك ايه النظريه في هنا وايه النظريه هنا. النظريه بتاعت الاول اللي هو يقول لك انا بذلت مجهود في يومين ثلاثه وعملت كل امكانياتي ودفعت فلوس كتيره وفي الاخر ما حصلش نصيب، اللي هو طرق على الحديد وهو ساخن، ده بيقيس بالمجهود مش بالوقت. لو كان مر يعني عمل الموضوع على مدى طويل، على ثلاث اسابيع، على اربع اسابيع، كان الناس ساعتها تقول له ايه، او كان هيقول لنفسه انا عزيمتي يعني كانت عاليه في الاول وبعد كده قلت بالتدريج، فاللي هو اما تتفرد على خمس ست اسابيع ولا اسبوعين الوجع بيقل شويه، او الحميه بتاعه الموضوع اما بتقل وانت بتقدم بيكون عندك ارتياح نسبي، اللي هو انا خلاص عملت اللي عليا. لكن انت وانت متوتر وضاغط على نفسك يومين ثلاثه ورا بعض بتخلص اجراءات وفي الاخر يقول لك لا، ساعتها بتتحرق في وقتها، يعني وقتي على طول بيتحرق دمك. فدي نظريه اطرق على الحديد وهو ساخن، الحاله الاولى. الحاله الثانيه ان انت خلصت الحاجه على مدى طويل، زي ما بقول حميتك ممكن تكون قلت شويه، بس امالك وتفكيرك دماغك مشغوله باستمرار، لذلك اول ما الموضوع ما جاش انت زعلت على مجهود ذهني، المجهود الذهني مش البدني، والوقت الطويل اللي عدى. فانت مين فيهم؟ انت اللي بتقيم بالوقت ولا بتقيم بالمجهود ولا بالفلوس اللي اتدفعت ولا المجهود الذهني؟ يعني انت بتقيس على ايه بالظبط؟ ولا انت بتتلكك عشان تزعل على اي حاجه؟ عشان الصنف ده موجود، في ناس بتتلكك يقول لك بص انا بذلت مجهود كبير ويزعل قوي، واحد يقول لك انا دفعت فلوس كتير ويزعل قوي، واحد يقول لك انا بذلت مجهود كبير في وقت قليل ويزعل قوي. الاغلب هو الشخص الاول، النوع الاول اللي قلت لك عليه، اللي هو انت بتعمل اجراءاتك خلصها في يومين ثلاثه، هو ده الاغلب والشائع اكتر. لذلك انا انصحك خليك متوازن، ما تقعدش شهور تخلص في الاجراءات والورق، وما تقعدش يومين ثلاثه وتضغط على نفسك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وحاول تبعد عن الرشوه والمحسوبيه والرش والحاجات دي، لان هتستفيد ايه؟ هخلص لك الاقامه بدري ايام، شهر، شهرين، يعني احسبها انت بنفسك وقيم بنفسك. انا بالمناسبه في منطقتي دي، المنطقه اللي انا عشت فيها في الاطلال اللي ورايا دي والتكسير والحاجات دي، ناس كتير ممكن تشوف الخلفيه ويعرف كويس المكان ده فين، ده مش بعيد عن النادي الاهلي.
انا قلت كده قبل كده ان دي منطقة عشت سنين. الحلقة خلصت، اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم. Gözlerinde saklı bütün ışıklar.